كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه به قبل قدومه، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. انتهى الحديث. وجاء في رواية أخرى: أتاكم رمضان سيد الشهور فمرحبا به وأهلا، جاء شهر الصيام بالبركات فأكرم به من زائر هو آت. انتهى الحديث. فأكرم به من زائر هو آت هو شهر رمضان المبارك. وفي هذا يقول ابن رجب عن هذا الحديث: يقول هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان المبارك، كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان، من أين يشبه هذا الزمان زمان، وحقا لا يشبه هذا الزمان زمان آخر. فأسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، ونحن وإياكم بصحة وعافية.